خلينا نسمع بسرعه عشان عشان الكابتن محرم رغب كان عايز يسمعها، النشيد ده تحديدا. خلينا نسمع النشيد بسرعه ونرجع. بسيط جدا، اتفضل. شوف ولادك والبنود، شوف كتيبك، شوف جنودك والحشود، شوف ايات النصر في كل العمود، شوف وسجل بيها امجاد الخلود. انت دايما، انت دايما، انت دايما 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 في الامان. قوم يا اهلي، شوف ولادك والبنون، شوف كتيبك، شوف جنودك والحشود، شوف ايات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها. تخيلوا دي حضراتكم كانت مع المدرج الخشب والناس بتدبدب في الارض في اليوبيل الذهبي ده. كان، وبعدين هقول لك حاجه، في ناس كتير ما تاخدش، يعني احنا اندثرت ولازم نجددها تاني. اتفضل. لان عندنا تقليد كنا كلنا، يعني ايه خمسه اهلي؟ ده حاجه الخمسه اهلي، يعني ايه ما حدش يعرف الخمسه اهلي؟ كلنا كنا لا مع خمسة أهلي دي قصة. احنا بنختم البطولات اللي احنا كنا بنشارك فيها بخمسة أهلي. خمسة أهلي كان النادي الأهلي الرمز بتاع الأولمبياد. كان واخد ان الخمسة أهلي دي ايه؟ الخمس حلقات. خمس حلقات بتوع الأولمبياد. وان التقاليد والأدب بتاع الأخلاقيات بتاعة الأولمبياد منقولة النادي الأهلي. شعار الأولمبي. شعار الأولمبي. ازاي الاخلاق وازاي الناس تتعامل مع بعض. والسلوكيات بتاعتهم والنشاط الرياضي هيبقى شكله ايه. اوكي. خمسه اهلي كنا بنقوى خمس تسيفات. اول مش خمسه كان كده، اول واحد بعدين واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اهلي. كلمة أهلي، أهلي في الخمسة بعد اسمها خمسة أهلي. كنا بنرج الدنيا بيها بالمدرج بالمدرج ربما